لو الأم اكتشفت إن ابنها هو فعلا المتنمر، ما تعمل إيه؟ طيب خلينا نرجع خطوة كده لورا ونقول إن مفيش سلوك عند الأطفال بيكون من غير سبب. يعني زي ما أنتوا كنتوا بتقولوا في الإنترو، زي ما حضرتك كنت بتقولي بالظبط في الإنترو كده، إنه نبص الأول البيئة في البيت عاملة إزاي. يعني أنا لو اكتشفت إن أنا ابني هو الشخص اللي بيضايق دايما زمايله، أو هو الشخص اللي بيتريق على زمايله بأسلوب متكرر، يبقى لازم أشوف أنا طريقتي معاه الأول عاملة إزاي. يعني هل أنا في البيت بتريق عليه؟ هل أنا في البيت بتكلمه بطريقة تستدعي ان هو يروح بقى يعملها مع الناس التانية؟ وبرضه محتاجه اعرف بالظبط هو عمل ايه. يعني ما جيش مثلا يجي مكالمه من المدرسه تقول لي ده ابنك عمل مشكله او حاجه، اقول طيب خلاص واسكت. محتاجه اعرف تفاصيل المشكله ايه، لان في تفاصيل المشكله بيبقى فيها بالظبط خلينا نقول ايه الاحتياجات فين، او الصعوبات اللي عند ابني فين. كل ما بعرف التفاصيل كل ما هقدر اساعد ابني بعد كده اكتر. طب والحل ده يعني ينطبق على جميع الأطفال؟ يعني مثلا لو طفل عنيد برضو ينفع معاه نفس الموضوع؟ لو طفل مثلا تعرف خصوصا في سن صغير وهم مثلا لسه بيبدأوا يتكلموا 4 سنين تقريبا، ساعات الأطفال بيتهيأ لهم حاجات أو بينسجوا قصص من وحي خيالهم، ممكن يجي يقولك أنا ضربت أو ضربت ويكون ده ما حصلش تماما. ففي الحالات دي نتصرف إزاي؟ عشان كده بقى لازم اكون عندي زي لينك كده ما بيني وما بين المدرسه. يعني ابقى فاهمه انه لو هو بعت لي مثلا النهارده جه قال لي عيط وقعد يقول لي ده فلان ضربني مثلا، ابعت للمدرسه واسالها ايه اللي حصل، ما اقولوش يا خبر ده ضربك وانت عملت له ايه، وعارفه اتصرف بطريقه تخلي الولد يحس انه المشكله اكبر، او اتصرف بطريقه اخلي الولد يحط الولد التاني في دماغه. يعني عارفه ازاي؟ لا، ابعت للمدرسه احاول اتكلم اشوف ايه اللي حصل بالظبط، وابني اتصرف ازاي، والمدرسه اتصرفت ازاي، هل اخدوا اجراء في المدرسه ولا لا. دايما لما اعرف كل تفاصيل القصه هعرف اتعامل معاه. فمفروض رد فعلي لما انا ابني يجي يحكي لي قصه، اي قصه، ببقى هاديه، يعني وبعدين حصل ايه كمان وانت عملت ايه، احاول اعرف التفاصيل على قد ما اقدر بس بهدوء. غالبا اللي بيتنمروا بيه هو اللي بيحكي. يعني نادرا او اكاد اكون ما شفتش متنمر بيروح يحكي لاهله انا عملت او انا ضربت. طبعا عشان عمل حاجه غلط. بس هل المتنمر ده اللي بيقوم بفعل التنمر دي حاله نفسيه، مرض نفسي، يعني بنصنفه ايه؟ بصي خلينا نقول برده تاني انه زي ما كنت بتقول التنمر انواع، فحسب هو دايما بيعمل ايه. يعني لو انا بتصرف دايما ان انا بتريق على زمايلي، ان انا بقلل من زمايلي، يعني لو حد شاطر شويه دايما بتريق عليه، بحاول اضايقه، بحاول اخد حاجته، ممكن اكون انا مش شاطر في المدرسه. يعني عشان كده معرفه السبب او معرفه انا بتنمر ازاي او بعمل ايه دايما هيخلينا نعرف السبب ده ايه. لما اعرف السبب هو ده اللي هبتدي اساعده فيه. لكن مثلا ما اقولش انا ابني خلاص هو ترابل ميكر، يعني ابني بتاع مشاكل، عارفه على بعضه كده بتاع مشاكل، كده بديله ليبل بصنفه بالظبط ومش هعرف اساعده مظبوط. لكن كل ما اعرف التفاصيل على قد ما اقدر، كل ما اعرف اقدم له المساعده اللي فعلا هو طالبها او هو محتاجها فعلا.